العاصمة الهولندية. السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا برنامج مغربي في غرب. حصلت أمستردام على المركز الثاني من بين أفضل مدن في العالم للعيش قبل الوحدة الاقتصادية، وحصلت أيضا على المركز الثالث في الابتكار من قبل وكالة أستراليا. أمستردام تحتوي على العديد من الأماكن الجاذبة للسياح مثل قنواتها التاريخية. إذا مغربي في الغربة جان هذه المدينة اللي كتستقطن أزيد من 5 مليون سائح سنويا. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع مغربي في الغربة. What we know about Morocco? I do know that it was my birthday yesterday and we had like a Moroccan dinner with tahine, some couscous. Good people. I know that the food is real good actually. Yeah, I love the Moroccan food, I guess. I know you have two type of Moroccans, Berber and Arabic. Something else. We have a lot of Moroccan people in Holland. Yeah, we do. I got friends, Morocco friends, a lot. Something negative? Yeah, no, I don't have negative things about anyone, not specific Moroccan people. I would like to go there one day, yes, sure. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart. السلام عليكم اختي امينه. وعليكم السلام. معك برنامج مغربي في الغربه. مرحبا بك، تفضلوا. مرحبا بك ماما. هذا ولادي. السلام عليكم هذا الكبير نادر. السلام عليكم نادر. سلام. قول له اخبر، هو قول له ماما انا زايد هنايا وكنقرا هنا وانا كبرت هنا وكنطب هنا. ما يهضرش المغربي. لا ما كيهضروش العربيه لان عندي زواج مختلط، ما كيهضروش العربيه. شنو كيهضروا؟ عبارة الهولنديه مثلا. كيهضروا غير الهولنديه صافي، ومره مره كيهضروا معايا بالعربيه ماشي بزاف. سلام، انا محمد ياسين مخيار من المغرب. مغربي انت؟ يا وانا مخربي. هو مخربي. وانت هنا؟ ايكاي سامالي ايكاي. شنو هي؟ بابا ما حاولتش تعلم العربية والمغربية؟ حاولت ولكن على حساب شنو غادي نقول لك، لقيت كاين مشكل مع باهم. هو كيقول انا نعلمهم اللغة ديالي وانا كنقول نعلمهم اللغة ديالي، وهكا وصلنا مشاكل. خليتهم هولندية احسن. يعني ما كيهضروا الهولندية؟ غير الهولندية. وما كيهضروش تكون هذه الصعوبات ومشاكل يعني يا كنلقاك راني كنفكر فيها. بالنسبة انهم مسلمين خصهم يقراوا القرآن، خصهم يتعلموا الدين ديالنا كيفاش يصلي وكيفاش. كنحاول باش ما امكن باش في اقرب وقت نرجعهم المسجد يمشيوا يقراوا ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بالنسبة للمعيشة مثلا، السكن هنا في امستردام كيفاش القضية؟ هي بزاف صعيبة، بزاف السكنة الإنسان باش يجي ويلقاها ما ماشي سهلة الصراحة، لأن فيها المعيشة رخيصة والسكنة غالية. ودابا بقى كل شيء كيشري الديور، ما بقاوش كيكريو. دابا أي شركة كتستقبض الديور كتهدمهم كتبيعهم. مثلا الواحد اللي جا من هنا وبغى يسكن في امستردام؟ لا ما يقدرش خصو على الاقل يكون مسجل 10 سنين قبل او 15 سنه قبل باش تساعدو الدوله باش تعطي له السكنه، او الا كان عنده فاميلي ديالو او جابته مرته او جابها راجلها اللي مقبل ساكن هنا. بصح باش خفون يعني غير هكا تجي تسكن ما يمكنش. شنو اسم هذه المنطقه اللي هنا؟ اوست. امستردام اوست. قولي يعني هذه المنطقة هنا صعب فيها؟ صعيبة بزاف. هي أمستردام كلها صعيبة لأن فيها الخدمة، فيها تقريبا كل أنحاء العالم يعني جايين هنا، والأغلبية فيها الترك والمغاربة بزاف. وفيها شنو نقول لك، بالنسبة لهذه المنطقة فيها الحلال، يعني الإنسان كيدور على اللحم الذبيحه حلال، هادو ديال الخضره كلشي كيدفع لامستردام. نقولوا يعني هذه المنطقه هذه بالضبط فين هي خاصه للاجانب؟
فيها يعني الأجانب كتر بزاف، لأن الحساب الخدمة الحساب التعليم الحساب الجامعات فيها بزاف يعني. الخدمة هنا بالنسبة 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 للمدن الأخرى يعني كأمستردام دينهاغ روتردام، هادو من الدول اسمح لي هادو يعني المدن كما نقول لهم الكبار. بعدين بعدا نشرب واحد كاسه تاي ومن بعدها نطلعوا برا وتشوف منطقه امستردام الجهه اللي ساكنه فيها انا. ناي 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 هوفنيت 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 ناي شخات ناي يعني امي شفنا كذا ضغط مع ولادك غير بالهولنديه يعني ما كنت تحاولش تضغط المغربيه هنا في داركم مع بعض حيت توالفت يعني كاين على الهولنديه غير الهولنديه تفضلت التلفازه المغربيه مثلا لا حيت الشخوط لا لا سلحقاش شويه العنصريه بالنسبه للاورلوخ اللي عايش باقي في العالم. كيفاش مثلا بحال هاد الاورلوخ اللي راه كاينه في سوريا فلسطين شاف ولاد ولاد العرب اللي كيمشيو للمدرسه بحال نهار اللي كانت غزه عليها الحرب كانوا يديروا ديك فلاخيت يديروا كل واحد يدير الاعلام كيمشيو لان كانوا متضامنين مع غزه ملي كان يمشيو بحال ما عجبهمش هما الحال بداو كيديروا لنا ملي كيعيطوا للوالدين يا ما خصكمش ديروا لهم بزاف خصوصا انا كنهضر على المدرسه اللي فيها ولادي كيديروا لا ما خصكمش تبينوا لهم بزاف داكشي اللي واقع في العالم بحال هادشي اللي كيوقع في سوريا اللي كيوقع في العراق في فلسطين هادشي راه كيدير لهم نخت ماري يعني ماشي ستريس كيغسلوا لهم الدماغ ديالهم يا كتغسلوا لهم الدماغ ديالهم ومن بعد كيبقاو يتخيلوا هادشي غادي يبقى لهم في الراس وحنا ما بغيناش هادشي هذا بصح هي لو وقعت مثلا بحال شارلي ابدو هو كلشي يهضر عليها في المدرسه علاش لانك مثلا كيقولوا يا خصكوا دي بحال انا كنقرا عاد كنقرا انا قالك ديروا وقفه تضامنيه مع شارلي ابدو انا قلت لهم لا قلت لهم انا لا وما بغيتش ندير وقفه علاش لحقاش هذيك شغله يبدو وصلوها للمسلمين يعني ضد هذا الشيء ملي قتلوا دوك ثلاثه المسلمين في امريكا حتى واحد ما هضر عليهم حتى واحد ما جاب السيره ديالهم يعني ما سمعناهم ولا ولكن ملي كتوقع شي حاجه داروها المسلمين مثلا متين يعني كتسمحها في الصباح كتسمحها في المدرسه كيقولوها للدراري قلت لهم هذا الشيء حتى حنا ما بغيناش كيما نتوما ما كتبغيوش على هذا الشيء تسمعوا لهم حتى حنا ما بغيناش هذا الشيء تسمعوا لهم وكنتمنوا وحنا دابا داخلين على عطله وكنتمنوا باش غادي نهضروا مع المدير ديال المدرسه باش نشوفوا هذا الحل تاع العنصريه لان راه بعض الاطفال كيقولوا نتوما اللي المسلمين درتوا هذا الشيء نتوما مسلمين درتوا هذا الشيء يعني المغاربه اللي كيقراو في المغرب كيتواجهوا صعوبات من ناحيه العنصريه في بعض المناطق فيها العنصريه بزاف حتى في المدارس انا ما نكذبش وما نخاف من حتى شي واحد العنصريه كثرت في اوروبا بزاف ماشي غير شويه ان شاء الله اللي يبدو كثرت بزاف يعني كيشوفوا فينا حتى في الشارع بشي نظره ماشي مزيانه وراهم كيحاولوا الهولنديين يحيدوا ولادهم من المدارس اللي فيها العرب بزاف والمسلمين ما بغاوش ولادهم يقراو مع ولادنا اغلبيه المدارس هنا في هذه المنطقه رجعت كلها كما نقولوا حنايا زفارت يعني اسود كلشي رجعوها غير للمسلمين كتبني الماكلة المغاربة بزاف وهي كتبع يعني التقاليد ديالنا بزاف كيعجبوها الجلالب كيعجبوها هذا كلش كيعجبها ديال المغرب ماني تالي ماروكو هي لا بيروت الله لاند افريكا ماغنيك فان دايس كليرا ايتو يا قولي أمي فين عن شو دار؟ شو البارك هذا اللي عندنا معروف هنا عندنا يعني الجهة اللي كساكنة فيها أنا هذا هو البارك زوين فيه يعني كتجي لكم نهار ولا كيفاش؟ يا ماشي كل نهار ماشي كل نهار يعني ملي كيكونوا الدراري فاكانسي بحال عند العطلة السبت والحد ملي كيكون الجو زين والشمس كنخرجوهم تما ماشي بحال ملي كيكون البرد ولا ما كنقدروش نخرجو نقطعوا الطريق هلا أمو ما تاخذ
قولي مريم بالنسبه لك شحال نقولوا قديمه هنايا في امستردام؟ انا قديمه ملي جيت لهاد المنطقه نيشان يعني ما غيرتهاش، جيت فيها تزوجت هنا ولدت فيها ولادي هنا، ولادي كبروا هنا ترباو يعني يعني شحال متى نقولوا انت هنا؟ 2001 طيب 15 14 سنه هكاك يا قد تذكر تيو فانخوخ هو مخرج سينمائي كان دار شي فيلم على الإسلام، شوه بالإسلام بالصراحة، شوهوا عليه بزاف أنه كيكتب القرآن في الجسم تاع امرأة ومغطي لها الوجه داير لها البورقة، وهو هذا محمد بي يعني هو مغربي ما بغاش على هذا الشيء وكان حالف باش يقتلوه. حداه هنا خرج من الخيمنطي يعني من البلدية، تلقى معه مع شي 8 ونص الصباح أو 8 تال 8 ونص، شدوا قطع به الطريق وكيقولوا الله اكبر، شدوا ضربوا بالموس من بعد كملوا بالسلاح. شفتوا شي هولنديه خبرات البوليس جاوا كيجريو، هو هرب دخل هنا 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 في هذه البلاصه قبضوه، هنا تقول لي هنا هذه البلاصه قبضوها ما دايرين حتى فانير، فوقاش تزادها طيو فانخوخ وفوقاش تقتل. كل عام كانوا يديروا عليه التذكار ولكن هاد كنشوف هاد السنين ما بقاش لان كثرت العنصريه، حيت ملي تقتل هو ناض الحزب ديال هذاك خيرات فالدرز كيكره المغاربه ما كيحملش حزب العنصري غير كيطلع كينزل، دابا ما كيحملش شي غير المغاربه، كيهضر غير على المغاربه، كيكره غير المغاربه، كيقول لهم بغينا المغاربه نحيدوهم من هولندا، بغينا نرجعوهم لبلادهم، بغينا هذا داكشي اللي كنقول الشباب ديال المغرب ما يعطولوش الفرصه، يعني خصهم هو كيقول لهم خصنا نخرجوهم، هما اللي كيسرقوا، هما اللي كيقتلوا، هما اللي كيديروا، هما اللي كيديروا. من هذاك السنين ما بقيناش نشوفوا التذكار لا حدا الدار ديالي ولا حدا ولا في هذه البلاصه، كانوا يديروا كل عام التذكار ديالو في 2 جوج نوفمبر، مره هذا العام ما شفتش. هذا الواد هذا هو عندنا زعما كيكون زين في الصيف، الناس كتجيب البواخر ديالها كبيره او الزوارق الصغيره يعني كيتساراو فيه، يعني هو ما عندوش واحد الحد، هذا ما عارفش فين كيخرج، يعني نقولوا في الصيف هنا كيكون منظر اخر، يعني كيكون اخت زين بزاف بزاف ماشي غير شويه، يعني كيكون واحد المنظر زوين يعني بزاف. قول لي كتفكر ترجع تعيش في المغرب؟ لا ما كنفكرش نرجع للمغرب، على حساب المغرب زعما هي بلادنا زينه ولكن راه خصها الدخول يكون مزيان باش الانسان يعيش كما يعيش هنا. وبالنسبه لي انا عندي ثلاثه دراري ما نقدرش نرجع بهم للمغرب، وما زادوا هنا كبروا هنا المستقبل ديالهم هنا. اذا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونتلاقاو شي فرصه يمكن نتلاقاو في المغرب ان شاء الله.